يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كلنا بلا شك مرينا بأزمات عاطفية من واحنا يمكن من بداية فترة المراهقة، يمكن الجيل الحالي كمان بيقولوا ان هو بيحب بدري شوية، يعني لألف رابعة ابتدائي ثالثة ابتدائي بيقولوا بيمروا فعلا بأزمات عاطفية. انا مش قادر افهم ده او مش قادر اتخيله، لكن بعض الناس بيقولوا انه فعلا من السن ده بيبتدي العاطفة تتحرك عند الاطفال. طبعا بكل تأكيد طبعا مشاعر طفولية، لكن الأزمات العاطفية الحقيقية بتيجي لما بنكبر ونكون فاهمين كويس طبيعة الامور. لكن نرجع قبل ما مرحلة النضج والفهم، في مرحلة المراهقة بتكون أزمات العاطفية اللي بتمر علينا كلنا بتكون صعبة في تجاوزها، بداية من الصدمة بعد مثلا ما يكون في انفصال أو كده، وبعدين بعدها مع الوقت بنلاقي إن الموضوع صعب على الطرفين تجاوز هذا الأمر لأنهما لسه مش بالنضج الكافي. بيكون في صدمة في البداية بعد ما نكبر طبعا، لو في أزمة عاطفية، لو في انفصال، لو في طلاق، لو في أي حاجة بيكون في صدمة. بعد الصدمة بيدخل الشخص في دايره كده مغلقه، بيقفل على نفسه، بيكون فيها هزه ثقه شويه، بيكون في تفاصيل كتيره جدا في الازمات العاطفيه. لكن بكل تاكيد لو عدينا المرحله الاولى فاحنا مكملين خلاص وهنعدي. سؤالنا بيقول مين يقدر يتجاوز الازمات العاطفيه اسرع، الراجل ولا الست؟ انا بقول لك الراجل. ده في الاول. لا هو انا لا بالنسبه لي الرجال احنا اصلا ما بنبقاش مدركين ان احنا في ازمه عاطفيه. ايوه ما هي دي. يعني مش عارف بيقولك تفتكر ان الرجاله عندهم جروبات بيحلوا مشاكلهم؟ قالك الرجاله اصلا ما يعرفوش ان عندهم مشاكل عشان يعملوا جروبات عشان يحلوا مشاكلهم. هي مثلا دي حقيقه. انتوا حسب الدراسات على فكره انه الرجل في الاول ما بيبقاش مدرك قوي انه في مشكله، او بيحس انه خرج بقى الحياه وتخلص من القيود وتخلص من الروتين، وبعدين ويبتدي بقى يبسط قوي الفتره دي، وبعد شويه بيبتدي بقى يدرك ان هو خسر شخص كويس او خسر حد كويس، وهنا بيبتدي بقى يدخل بقى في المرحله اللي شاذلي كان بيتكلم عليها. لو كان فعلا الطرف التاني شخص كويس ما اذاهوش في هذه الحاله. بالنسبه للستات العكس بقى اللي بيحصل ده حسب الدراسات، انه الستات في الاول هي اللي بتكون زعلانه جدا وحزينه جدا، وبعدين واحده واحده بتبتدي تدرك الموقف، وبعدين تبتدي تتعايش وتتعامل والموضوع بيعدي. ده راي الابحاث والدراسات. هو رايي طبعا. لا رايك مهم طبعا. هو رايك مخالف للابحاث والدراسات ولا بيتفق؟ لا فعلا؟ مش مخالف. عامل دراسات موازيه. انا دراساتي انا جرحي بيلم بسرعه نفسي والله. بص الموضوع ملوش علاقه بالموضوع ده. انا وجهه نظري، تعرف انا بحب يبقى ليا وجهات نظر طبعا مختلفه. لا ومهم نعرفها طبعا. انا بعتقد ان الموضوع برده ملوش علاقه قوي براجل وست. الموضوع ليه علاقه بالشخصيه نفسها، لانه يمكن صلابه القوه النفسيه دي بتختلف من شخص لاخر ايا كان راجل او ست. بنشوف كتير جدا رجاله يمكن نفسيا بتكون هشه شويه، او رجاله بتكون تانية نفسيا قويه، والعكس ستات نفسيا قوية جدا وقادرة تتعامل وتتعايش، وستات تانية لا بالعكس تنهار وبتتكسر و و و. فهي الموضوع ليه علاقة أكتر بالصلابة النفسية لكل شخص. في ناس يمكن بتدخل في الدايرة دي فعلا وبتاخد فيها فترة طويلة قوي 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 يا شاذلي، وفي ناس تانية لا بتحاول إن هي ما حصلش حاجة وتعدي وتكبت مشاعرها، وفي ناس تانية أخصائية في قلب الترابيزة على الشخص اللي قدامها عشان تحس إنها أحسن وإنها مش غلطانة، ودور الضحية عشان بس نفسياً يحس إن هو أحسن أو نفسياً تحس إن هي أحسن. موضوع ليه أبعاد كتير جداً جداً يا شاذلي. صحيح. مش فكرة أصلية ملهاش مبدأ، يعني هي مش واحد زائد واحد بتبقى بتساوي اتنين. هي لو هنتكلم في المشاعر تحديداً أو في العلاقات ليها أبعاد كتير قوي وليها حسابات كتير قوي بعيدة عن ان احنا نحسبها كده ورقة وقلم يا شاذلي. انت رأيك؟ انا موافق طبعا، بس ما اعرفش انت عرفت كل الكلام ده منين، وانت في يعني انت من مرحلة ما قبل اختراع الحب. انا ما اعرفش انت جبت كل المعلومات دي منين، من ايام القراية. من القراية ده كويس والله، يعني كتب الجيب، من ايام الجوابات جمانة، من ايام الجوابات، من ايام ما كان الاكس اسمه الجو. فاكرين زمان كان اسمه ايه؟ الجو، صح؟ مش كان اسمه الجو؟ انت بالنسبه لك اصلا ما كنتش كنت في مرحله ما فيش خالص في مرحله نهارك لذيذ نهارك سعيد يعني عادي. بس بالمناسبه انا من الناس، انا مريت بازمه عاطفيه تجاوزتها في 24 ساعه بالظبط. في البدايه كنت ايه الباقه خلصت يعني ولا ايه اللي حصل؟ لا فعلا هي زي ما كانت جوانا بتقول، في فعلا ناس بتبقى قويه. احنا برج العقرب، مواليد برج العقرب كلهم اقوياء بالمناسبه، يعني كلهم يعني عندهم بس عاطفيين جدا على فكره. انا فاهم. وبرج القوس بالمناسبه على فكره
لو هنتكلم في الابراج برج القوس قريب من برج العقرب في الحته دي. ماشي، انا يعني هتكلم عن نفسي، عندنا حاله يعني اقويه شويه، يعني ما بنحبش كمان ان احنا نضعف، ما بنحبش ان احنا نبين ضعفنا، وبنحب دايما نبين ان احنا اقوياء، وبالفعل بنكون متماسكين من جوه مش بنمثل. فهو ده مواليد برج العقرب. فاحنا فعلا بالمناسبه فعلا كان في تجربه و24 ساعه بالظبط صدمه في البدايه، ما فيش في نص اليوم كانت الدنيا يعني بدات تفك شويه، على اخر النهار الدنيا كانت زي الفل الحمد لله. كلت اكله حلوه نسيت، كلت اكله حلوه نسيت. اعمل ايه، اهملتني. فانا كلت. لا والله بص، هي ما بتبقاش كده. وبعدين في ناس بجد لو حسبناها كده حسبه بسيطه، اي شخص عامه لو يعني في العلاقات اي شخص عايز يفضل موجود زي ما بنقول كده، لو كان خيرا لبقى، لو فعلا كان مقدر ان الشخص ده يفضل موجود كان هيفضل موجود. الشخص ده لو كان عايز يفضل مهما قلنا بقى، لو طبعا بعدنا عن الاخطاء اللي هي الكبيره قوي اللي هي لا تغتفر يعني، بس غير كده اللي عايز يفضل موجود والله هيدور على اصغر حاجه يفضل موجود عشانها، واللي عايز يمشي هيخترع مليون عذر عشان يمشي. فطول الوقت مش هنبش لازم خالص نقعد نجلد في نفسنا، ولو كنت عملت ولو كنت سويت لا ولو طبعا خالص صح خالص مفيش حتى حاجة لو كنت او كنت عملته وسويته وخليته عملت كل حاجه وفرشت الارض ورد ووعدته بألف وعد وعملت كل حاجه كان هيمشي هيمشي يعني كده كده كان هيمشي هيمشي بالظبط كده. فهو يعني دي نحسبها الحسبه دي، الا لو يعني زي ما بيقول كده ايه، حاسب نفسك قبل ان تحاسب. لو لقيت ان انت فعلا انت اتخضيت ليه؟ كملي. لو لقيت ان انت فعلا غلطان في حق حد، لو لقيت ان انت كان التقصير من عندك، على فكره مش عيب خالص ان انت تعتذر، ومش شرط الاعتذار عشان نرجع العلاقه على فكره، او مش شرط الاعتذار عشان نرجع تاني مره تانيه خالص، الاعتذار بس عشان الشخص اللي قدامك يكون فعلا مسامحك، وتقدروا انتوا الاثنين تتفقوا بقى تشوفوا ايه اللي هيحصل بعد كده مش مشكله. لكن لو فعلا قعدت مع نفسك او قعدتي مع نفسك وشفتي ان انت ما قصرتيش او انت ما قصرتش، لا ما تندموش. وطبيعي ان احنا نزعل، طبيعي ان احنا ناخد وقتنا في الزعل، بس مش طبيعي ان احنا نطول في الزعل قوي. الدنيا لا بتقف على حد، ولا في حاجه في الدنيا ممكن توقف سير الحياه، احنا بس اللي بنوقف، لكن سير الحياه بيفضل دايما مستمر. بنفوق متاخر بنلاقي نفسنا اتاخرنا على ولا حاجه. طول ما انت صحتك كويسه، طول ما اهلك كويسين، طول ما انت صحتك كويسه وطول ما اهلك كويسين، مفيش حاجه في الدنيا ممكن تستاهل خالص. انت طيبه قوي يا جمانه، بتتكلم في مرحله ما قبل الازمات. احنا خلاص احنا وصلنا للازمات دلوقتي، بيقول ازاي نتجاوز الازمات. ايوه طب ما ده اللي بقوله. لا نتجاوز الازمات العاطفيه بقى خلاص. ما احنا بقى ما هو انا هنتجاوز كده، ما انت عايزنا نتجاوز. لا احنا خلاص بقى كل واحد هيروح. ما احنا هنروح بقى، ما احنا هنروح ما بعد المرحله دي هنروح طيب على كل احنا برضو محتاجين نعرف راي حضراتكم، مين بيتجاوز الازمات العاطفيه اسرع، الراجل ولا الست؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك، وفي انتظار اجابات حضراتكم عشان نستعرضها في حلقه النهارده. بنصبح لحضراتكم مره تانية، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.